باعتبار انني واحد من السكنه ديال مدينه تطوان وبالخصوص هنا في هذا السيكتور هذا ديال ابينيدا. هذا الشارع هذا حنا كنعرفوه حياتنا كامله، هو على اساس انه كيسيبوا فيه الناس القمامه والاوساخ، كيجيو متسردين ومتسكعين، وعباد الله ما كيقدروش يجوزوا مع انه ما كان استراتيجي بالنسبه للاسبان. الاسبانيول كانوا شحال هذيك من هنايا، كان الانسان كيتمنى انه يجوز، دابا ما بقاش كيقدر يجوز. واحد المبادره انا عملتها هيدا، يعني كنت خدام في الصحراء وجيت لهنايا، جبرت نفرقوا الحوانات، فرقوا المسائل كذا، ما جبرتش ما نعدل. هذا المطلع هذا السيد واحد الصديق ديالي عطاني واحد الحوانت انايا صغيره، يعني بلا مقابل، لا كلا بلا والو، مقابل انني نوقف من هذا المطلع هذا ونخليه نظيف كما هو. وفعلا عملت انا زعما التجارب ديالي، وقفت جمعت بالجماعه بالاخص واحد السيد اسمه السكيرج خالد اوبتيسيان قدامنا، وسي بو خبزه، المهم بزاف الاعضاء. قالوا لي شوف شنو غنعمل بالواجب، وحتى شي حاجه حنا واقفين. فعلا جيت نظف، جيت من المنظفين نظفوا لي، نظفوا كذا، تدير مسائل، وقفت اي حاجه كتوصلني اللي كان بغي كيجي عندي نظفت، عدلت، بقيت واقف هنايا بحيث انني نقدر نكون مستعد هنا 24 ساعه على 24 ساعه. انا الطلب الاساسي ديالي في الاول كنت على اساس انني غنطفى على اساس عملت الحوانت هذه الحانوت غنعمل فيها شي مشروع. طبعا الحانوت هذه ما صاحبها كي تسمى عطاها لي بلا كرا بلا والو، ما نقدر نعمل فيها حتى شي حاجه حيت ما عنديش شي رخصه عليها. بما انني نظفت هذا المقطع هذا بانه مكان عندي، يعني نقولوا امنيه، نقولوا امل، نقولوا هنا القدام باغي نعملها حديقه، بحيث انني عندي الغرس، عندي كل شيء، فهمتي؟ عند المسائل انت ما كتشوف فيها كنعدل، خصني نرجع حديقه نعمل فيها لي ديزانيم والحيوانات، يبقاو الناس يمشيو ويجيو، وعندي امل انني نعدل شي حاجه هيدا مثلا الناس يبقاو يجلسوا الكراسا كذا. هذه ماشي يعني مشروع استثماري ولا شي حاجه، لكن مقابل ان الجماعه تعاوننا وتساعدنا، وهي ديك الساعه ولا بغات تعمل لنا شي حاجه تعملنا تخلصنا ولا تعمل اللي بغات اللي بغات. وانا كمبادره مني وكان مع الجيران وكان مع الساكنه هنايا قمنا بهذا الواجب هذا. كيجيو في الليل بعض المتسكعين هنايا وكيمارسوا ظعره ومخدرات. من ناحيه بالليل بعض الساعات كنكون انا ناعس في داري، يعني انا ما ساكنش هنا، ساكن في بنك الريف، وبعض الساعات كنكون ناعس في داري كتعيط لي الدار هذه ديالي بدون ذكر الاسماء ولا حتى هما اصدقاء ديالي، وعاونوني وعاونوني وعاونوني، وكنبقى فيهم كيعاونوني. كتسمى كتعيط لي في 3 ل 4 ل 5 الصباح الايام التلوليه، كيكونوا هنا السكيريه، كيكونوا هنا هذيك شغادي نقول لك، ما عنديش من نحكي لك، كتكون هنا الفاحشه والمنكر بالليل، لا من السكيريه لا مقطع الطرق لا من الصفاره، حتى من 19 راه عارفاني، 19 راه كيعرفوني ديما كنعيط لهم، كوميساريا بيرمانونس ديما كنعيط لهم، كيجيو كيهزوا السكيريه، القماره، الصفاره، اللي كنهضر معاه ما كيحترمنيش، يوم ما كيبغيش يقدم المطعم كيبغيش يعني يقدروا ولا بالموجب ديالو، كنعيط لهم كنقول لهم اجيو تصرفوا معاه بلا ما نبقى نادي. اما من ناحيه الخطر انا كنجبد العيب مع الناس كامل هنايا، غير اللي كيجي كنجبرو حاسك غادي يعني غيقضي حاجه ولا كذا، كنغوت معاه كيقول لي واه هذا المطعم مهمل، وكان سيدي مهمل، دابا ماشي مهمل، دابا فيه واحد الانسان واقف فيه وكذا، واقف فيه والنظافه وكنظف، وبعد ساعات كجبرنا كنجيبوا يعني ديك المسائل المنظف المطهر كنسيبوها باش مابقاش نسمع على الجيران، والجيران ديال الساكنه كامله حاضره يعني فهمتي، وكيجي واحد كيوسخ شي حاجه كنجمعوها بيدنا، وكنعرف خصنا المطعم يبقى نظيف يبقى هذا، وخصنا النظريات ننظر للجماعه هذا المنظر هذا، هذا اللي خصنا حنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.